حركية كبيرة عرفها قطاع الفلاحة مؤخراً، من تسقيف لأسعار الدجاج إلى استيراد للحوم لن تتجاوز 1200 دينار خلال شهر رمضان. لكن ميدانياً الأسعار تحلق في منحى تصاعد منذ فترة، وإذا عرجنا على اللحوم الحمراء ففي ظرف أسبوع واحد فقط عرف تسويقها زيادة ب 200 دينار، أما عن أسعارها خلال شهر الفضيل فهذه هي التوقعات. زيد الغلمي يبقى هكذا يوصل 300 الفين يوصل 300 زاد على الايامات اللي قبل زاد شحال زاد 20 هم اليوم اللي فراوه 115000 215000 كان 200 بعد 205000 210000 215000 في سمانه لحق 215000 جمله كل يوم يزيد كدي فيه 5000 في الكيلو هذا واش يدي ديطاي البوشي هذا واش يدي 5000 في الكيلو. اللحوم البيضاء ايضا سلكت نفس المسار، والزيادة كانت بين 50 و90 دينار في وقت قصير، ورغم مساعي تسقيفها ب 350 دينار، إلا أن الناشطون في القطاع يتوقعون بلوغ الكيلوغرام الواحد 500 دينار خلال شهر رمضان. زاد في البريم بصح كان غالي، وزاد زاد زاد غلا، 38 37 39 بصح زاد 7000 ولا 6000 في ظرف واحد 21 جور هكذا، ما حاش يحطوا امبوسيبل. يلحق 50 بلا ما نشوف يلحق 50. الأسعار التي لم تفلح أي جهة في ضبطها، فبقيت الفاتورة دائما تستنزف جيوب المواطن. أما الحل فيبقى معلقا في قرارات جذرية تنظم الشعب وتضمن استقرارا للأسواق.